السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح وبلز. حلقة جديدة أو الحلقة العاشرة من لعبة حياة الديناصورات. قبل ما نبدأ الحلقة لا تنسون يوم اللاعبين في الرياض في حي الملز منتزه الملك عبدالله، توقع إذا ما خفضني بيكون من يوم الأربعاء إلى يوم السبت إن شاء الله. بكون هناك خلال الأربعاء والخميس والجمعة، ممكن ما أحضر السبت ممكن أحضر، فخلونا نشوفكم هناك، خلونا نتصور مع بعض وننبسط. طيب يا جماعة الخير، آخر مرة وصلنا لو تلاحظون وصلنا عمر 8 سنوات، لكن أنا لعبت ودخلت 9 سنوات ووقفت قبل ما ندخل على 10 بشوي. ليش؟ عشان احتمال كبير إن إذا دخلنا يعني دخل عمرنا 10 سنوات ممكن يتغير شكل الديناصور أو يصير أكبر، فأتمنى والله أتمنى يصير أكبر لأنه من زمان ترى على الشكل هذا، وإذا صار أكبر بنبدأ نواجه ديناصورات أكبر منه وديناصورات يعني خرافية. فخلونا نشوف الحين، أنا ما أدري ليش في ضب وين هذا؟ انا ما ادري لو تلاحظون في دروبات خايسه مره، في دروبات خايسه مره، ما ادري ليش. حدثت انا كرت الشاشه قبل شوي، ممكن عشان كرت الشاشه او لا، اتوقع انه صارت اوكي الحين. طيب حلوين، زي ما قلنا لكم بننتظر الحين لين نوصل لعمرنا 10 سنوات، بس مو ننتظر كذا نتفرج في الجدران، لا نبغى نتمشى ونستكشف اماكن ثانيه، مع انه اتوقع ان الماب محدود يعني ما في اماكن كثيره، ما في شيء محدد، او قصدي ما في مكان مفتوح. هو مكان مفتوح بس مكرر يعني، هذا القصد. خلونا ندور لنا شيء نتحرش فيه او ديناصور نذبحه ونتغدى عليه ولا شيء. اتفقنا ان هذول يا ابو جماجم ما نقرب منهم ولا نحتك فيهم الحين. يا الله، شوف يلا بس شوف قاعد ينحاش، شوف الدجاجه. اوه ليش ينحاش مني؟ لحظه قل لي ايش طالع هنا، قاعد ينحاش مني صح؟ دقيقه. لا والله ما ينحاش مني، شوف انا لي. اوه مش ده. خليك بعيد خليك بعيد، حبك يزيد يا حبيبي. هولو بالتيركس، شي معصب. اي لحظة ليش انت هايش كذا؟ ماني مزعل ذا، ايش فيك طالع مين؟ شافني ما شافني؟ يا طيب ترى بكبر وصير اتحرش فيك، انت بنفسك ها؟ انت بنفسك، شوف كم باقي لي 3 ايام يمكن حاجة زي كذا. انا ما ادري ايش فيه طلع صوت كذا يخوف، وما ادري ليش قاعد يدور، انا قاعد احاول امشي جنبه اسوي نفسي خوي. اخبارك؟ كيف كان يومك؟ اصبر نعطي حركة. يا ورع شافني. لا خلاص تكفى. تكفى يقلع شكله، شفت كيف لف علي وقاعد جسمه يبغى يلحقني. انا قاعد اركض وطالع ورا. شوف هذاك ابو راس هناك، ماني خايف من الحين الا من التيركس الزفت هذا، لا يذبحنا ما احنا ناقصين والله. فالى الحين التيركس بالنسبه لنا خط احمر، ما نبغى نقرب منه ولا نبغى نتحرش فيه. اوكي اللي روسهم جماجم كذا ممكن نقدر عليهم بعد وقت طويل، لكن التيركس كذا بس نطحه انت ميت، حتى ما ادري اصلا كم الهيلث حقه. اوكي قربنا، باقي لنا شوي بس وندخل 10 سنوات، واتمنى من اعماق قلبي ان يصير شكلنا اكبر من كذا عشان في ضب يصير شكل اكبر من كذا عشان نقدر ناكل اشياء اكبر من الضبان، يعني تعبنا احنا ناكل ضبان. حتى جاني مغص، شوف ضب بلقمه واحده ما ينفع. هلا والله ابن عمي، تعال من زمان ما شفتك. سلام كيف الحال؟ معليش صدمتك بالغلط. ايش فيه اختفى؟ كلنا على طول. اوكي والله شوف انا كنت بسلم عليه يعني بشوف اخباره كذا، بس هو قاعد ينحاش ما ادري ليش. نحتسي القليله من الماء، تعرفون بعد الركض والتعب هذا الواحد يعطش، فلازم تشرب لك مويه شوي، لازم يعني تتنفس المويه. هو صح ترى المويه اكسجينها نظيف يعني، فكذا الامور طيبه. هلا تيركس كيف الحال؟ تدرون يا عيال ودي اجرب اني انط على التيركس، اشوف بنقدر على الاقل نقدر ننط عليه اصلا ولا لا. خلنا نشوف. بسم الله. يا القطحه، لا يكون يلحقني داي، لا تكفى خلاص. لا فين شفت؟ دقيقه كاس في دربات خايسه. شفتم القطحه يا عيال؟ هلا بالقطحه، نط جلدنا التيركس. انا تعبت، اصبر يا تيركس اصبر، ما جلدناك، نمزح بس يعني نمزح معك. شوف الدربات، وش ذا اللاق اللي قاعد يصير في اللعبه؟ ايش السالفه؟ في شيء هنا. ضب مدري عصفور. هلا والله ما قدرنا عليه. شوف التيركس الدجاجه راح يسبح، ولا شكل لحظه شكل عنده حركه يبغى يدخل في المويه عشان يأنن. ما ايش قاعد تسوي؟ يبي يهجم كذا هجمه مباغته. لا يا حبيبي مو بعلي انا بنحاش، عندي دربات خايسه بنحاش. لقينا ابن عمنا الثاني. هلا والله، السلام عليكم. معليش يا ابن عمي، الحياه كذا. باقي لنا شيء بسيط وندخل 10 سنوات، تتوقعون بنكبر ولا لا؟ يا رب اتمنى ان بنكبر او يتغير شكلنا. يا رب. ها تغيرنا ولا لا؟ ما تغيرنا، يعني دخلنا 10 سنوات تقريبا، ترى عديت 3 سنوات ونفس الشكل، ليش كذا يا اخي؟ ممكن يعني يعطونا هيلث اكثر؟ منو ذا؟ ورع وينك؟ من ذا اللي يصيح هنا؟ وش السالفه؟ لا يكون في قرود في اللعبه. في صوت واحد قاعد يصيح قبل شوي بس ما ادري وين راح. يا طيب. هذا هو، تعال. مسوي كذا قاعد يمشي من جنبي، يعني اني ما ادري ايش السالفه. انا معصب لاني ما كبرت، وصلت 10 سنوات والى الحين نفس شكلي ما ادري ليش.
فتستاهل، انت اللي جيت في طريقي وتستاهل، تحمل اللي يجيك، تحمل اللي يجيك، انا مالي شغل. دام الوضع كذا يا عيال، وصلنا 10 سنوات ولا كبرنا، هذا التيركس ما راح اتفاهم معه. اطلع يا ورع، اطلع من المويه، تعال تعال تعال، شكلك ما تعرفني. تدرون كيف يا عيال بخلي يلحقني؟ لا لا لا، هنا دائما اقلتش، تكفى لا اصبر، بحاول اني اسحب عند ابو قرون، بس ما ادري وين ابو قرون، ما اشوف ابو قرون هنا. تيركس فاصل اعلاني، دقيقه دقيقه، لحظه لو سمحت، ما في ابو قرون، اصبر. شوف شوف غير رايه، شوف شوف كيف يخاف، صار يخاف مني التيركس. اتوقع يوم وصلنا 10 سنوات صار يخاف منا. ادري انه ما يخاف منا يعني. ها ايش فيك طالع انت هنا؟ ايش السالفه؟ اوه ضب، هلا والله، هلا بالضب. ايش الضب صار ما عاد ينأكل حتى ما تقدر تمسكه. اوه هلا بالعيال، تعال وين رايح؟ تعال انت وجبة الفطور بكره ان شاء الله. خلاص هذا وجبة الفطور، خله هنا نعطيها نومه ونصحى، الفطور جنبنا جاهز على طول، مطبوخ مو مطبوخ يعني، كويس ينأكل اهم شيء. هلا والله، صباح الخير والمسرات، هذا الفطور حقنا. هلا بالعيال، فطور والامور طيبه، وجنبك بركه عشان تسبح تغسل، وبرضه عشان تشرب مويه، يعني امورك طيبه، سكن ولا احلى. وين البركه حقتنا؟ شوف شوف الشروق، تشوف الشروق الشمس كذا من مكان بعيد، يعني شيء خرافي، سكن ولا اروع. وين البركه يا شباب؟ ها من ذا اللي صيح؟ او هذا براس، ايش في الشمس كذا صارت تطلع وتنزل؟ طيب دام الوضع كذا، خلونا نحاول نتحرش في هذا اللي هنا، مع ان ابدا الوضع ما راح يكون من صالحنا، بس هذه الحياه، الحياه كذا تقول، الحياه تقول اجلد اللي اكبر منك، ما عندك مشكله. نط نط يا كريه، يا رب انك تموت عشان ناكل. انحبسنا عند شجر، اوه انحبس انحبس، هو الغبي، اوه الله عليه، اجلد فيه، اجلد، اوه لف علي، اصبر، لا لا لا، لحظه، خلك خلك كذا، ايوه خلك كذا، كمل، انحاش انحاش الدجاجه، انحاش الدجاجه، الله عليه، جل تايم، لا يلف علي اهم شيء. المهم يا شباب، هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك، تشتركوا في القناة، السلام عليكم.